وريني يا عم امين. ربنا يخليك. طيب هو عم امين بدا السنه اللي فاتت ولا قبل السنه اللي فاتت عشان بس نبقى نقول المعلومات هو الصح. كان اول سنه لينا في 2015 2015 يعني دي السنه الثالثه على التوالي. دي الثالثه ما شاء الله. لكن الابلكيشن السنه اللي فاتت. لا الابلكيشن كان 2015 اول سنه لينا نزلنا المعرض 2015 2016 ودي السنه الثالثه على التوالي. طيب الابلكيشن فتره المعرض بس ولا ممكن يكون شغال طول السنه؟ دي الحاجه اللي احنا جايين نتكلم عليها النهارده. الابلكيشن هو كان بيخدم فتره المعرض سواء في 2015 او 2016. احنا السنه اللي فاتت دي كلها شغالين على عم امين تطوير ان هو يخدم طول السنه. حيل. عم امين دليل للكتب في اي وقت طول السنه، زي ما معرض الكتاب بيجي له الناس بتستناه من السنه للسنه، عم امين هيبقى بديل لمعرض الكتاب او معرض موازي طول السنه، معرض اونلاين كده للكتاب بالظبط. اي حد بيدور على كتاب بيعرف سعره ويعرف اسم المؤلف اسم الدار وعنوانها، وكمان نوصل له الكتاب في اي مكان في الجمهوريه. طيب خلينا احنا عشان نطينا نرجع جميلة. للبدايه ما هو عم امين، ايه الابلكيشن وتاثير تسميته والحاجات دي كلها عايزين نعرف. جميل قوي. احنا طلبه كليه هندسه جامعه الازهر. جميل. بنحب القراءه، بنستنى معرض الكتاب من السنه للسنه عشان نشتري الكتب اللي احنا محتاجينها. الكلام بدا معانا عم امين 2013، نزلنا المعرض حبينا نعمل موبايل اب كده علشان بنتوه في المعرض وما نوصلش كل الكتب اللي احنا محتاجينها. صح. فعملنا موبايل اب انا واصحابي نستخدمه احنا، وعرفنا الناس اصحابنا اللي هينزلوا المعرض يستخدموه. اصحابنا قالوا لنا الفكره كويسه جدا، فاحنا جه في بالنا قلنا ليه ما نعملش موبايل اب يخدم معرض القاهره الدولي للكتاب. كل دور النشر دي تبقى موجوده، كل قوائم الكتب موجوده، اي حد بيدور على كتاب او دور نشر يقدر يوصلها بكل سهوله. عملنا التطبيق، دخلنا بيه بعض المسابقات في البدايه كده علشان نعرف الفكره دي هتنجح ولا لا. ما كسبناش مسابقات بس طبعا صعدنا للنهائيات. جينا في 2014 نفس الموضوع. في 2015 عرضنا الفكره على دكتور محمد عز الدين، ده دكتور في جامعه الازهر كليه الهندسه، كمشروع تخرج. عجبته الفكره جدا ورحب بالموضوع وساعدنا. الحمد لله نفذنا، يعني اول مشروع تخرج يتنفذ قبل ما نكمل مشروع التخرج. المفروض بنتخرج في شهر 6، احنا نفذناه في شهر 1.